الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نقوم بحل التمرين 13 صفحة 127 من كتاب في رحاب الرياضيات لجدع مشترك حول درس الحساب المتجهي في المستوى. إذا أمامكم نص التمرين ليكن A B C مثلثا و O هو دي نقطتين من المستوى معرفتين بما يلي: عندنا A D تساوي 3 A B زائد B C، وعندنا بي او كتساوي 1 على 3 بي سي. بين ان النقط او دي و او مستقيمية. اذا التمرين هو جد بسيط، لكن رغم البساطة ديالو فهو مهم جدا، حيت هاد الاسئلة كيطرحوا بزاف التمارين وكذلك في الفروض، وخصنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا معهم، يعني كيفاش نبينوا ان النقط مستقيمية عن طريق العلاقات المتجهية. اذا اول حاجة غادي نبداو من المعطيات اللي عندنا. اذا لدينا ا دي كتساوي 3 ا بي زائد بي سي، وعندنا كذلك بي او كتساوي 1 على 3 بي سي. اذا حنا النقط اللي باغين هما ا و دي و او. اذا اللي نبين ان النقط A و D و E مستقيمية. إذا خصنا نتذكرو القاعدة ديال استقامية النقاط. باش يكونوا نقاط مستقيمية خصني نلقى متجهتين يكون عندهم نفس الرأس، تكون بيناتهم علاقة، يعني متجهة بدلالة متجهة. مثلا المتجهة A D كتساوي مثلا واحد العدد ك المتجهة A E، واضح؟ او نبدا بالدي، مثلا دي ا كتساوي واحد العدد ك دي او، او نبدا ب او يعني او ا كتساوي واحد العدد ك او دي، واضح؟ اذا هادو هما العلاقات يكونوا على هذا الشكل اللي غادي يطلب منا، اللي خصنا نبينو. الا بينا ان متجهه بدلاله متجهه فهذا كيعني ان النقاط او دي و او نقاط مستقيميه. اذا حنا عن طريق المعطيات اللي عندنا غادي نحاولوا ان نبسطوا هاد المعطيات ونلقاو واحد متجهة بدلالة متجهة على هاد الشكل. اذا غادي ننطلقوا من المتجهة الاولى ا دي كتساوي 3 ا بي زائد بي سي، واضح؟ اذا هنا عندنا بي او كتساوي 1 على 3 بي سي، يعني نقدر نكتب بي سي بدلالة بي او وندخل او في هاد العلاقة. اذا حنا غادي نكتبوا هنا عندنا بي او كتساوي 1 على 3 بي سي. اذا الا بغينا بي سي، اذا باش نتخلصوا من هاد 1 على 3 غنضربوا الطرفين في 3، يعني غنضرب هاد الطرف في 3 ونضرب كذلك هاد الطرف في 3. هنا يعني غتولي عندنا 3 بي او كتساوي هنا 3 غتمشي مع 3 وغتبقى لنا بي سي. اذا بي سي كتساوي 3 بي او. اذا غادي نعوض بي سي هنا في هاد العلاقه ب 3 بي او، واضح؟ إذا غادي تولي عندنا ا دي كتساوي 3 ا بي غادا تبقى، و بي سي غنعوضوها ب 3 بي او. هاد 3 بي او جبناها من العلاقة الثانية كيف ما شفتو في هاد الشرح. إذا هنا ا دي تساوي، هنا غنعمل بهاد 3، عندي 3 هنا و 3 هنا، إذا غنعمل ب 3 غتبقى لي هنا ا بي زائد بي او، واضح؟ اذا شنو كتساوي 3. اذا لاحظوا هنا عندنا ا بي متجهه الراس ديالها هو بي، زائد متجهه الاصل ديالها هو بي، واضح؟ اذا غادي نقدروا نحذفوا هاد بي علاقه شال باستعمال علاقه شال. ا بي زائد بي او راه هي مباشره ا او، غادي نحذفوا هاد بي، اذا غتبقى لنا المتجهه ا او. اذا هاكا كتبنا ا دي بدلاله ا. اذا هذه في الحاله الاولى قلنا ا دي كتساوي ك ا او، في هذه الحاله ك هو العدد 3. اذا تمكننا اننا نكتبوا المتجهه ا دي بدلاله المتجهه ا او، ومنه كاستنتاج النقط ا و دي و او نقاط مستقيميه، واضح؟ اذا وصلنا لنهايه الفيديو، نهايه التمرين. نتمنى انكم تكونوا استفدتم مزيان من هذا الفيديو. قمنا
في فيديوهات سابقة بحل التمرين 14 والتمرين 15، غادي نلقاوهم في القناة. اللي ما لقاهمش خلي لي كومونتير، نحط له الرابط ديالهم مباشرة باش تستعدوا اكثر الفرد وتفهموا مزيان هاد العلاقات المتجهية، وكذلك الطريقة اللي كنبينوا بها ان النقاط مستقيمية. اذا لاول مرة كيشاهد القناة ديالنا، ما ينساش يضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يبقاو يوصلوا جميع الفيديوهات الجديدة. وإلى فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.